مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد ومتجدد من برنامجكم دي زاد مود، البرنامج اللي طلع لكم طيله ايام الاسبوع بفقرات متنوعه. سؤالنا نهار اليوم راح يكون على امنيه، ما هي امنيه مواطن جزائري لعام 2023؟ مع سؤال ثقافي وايضا لغز. مشاهدينا تابعوا معنا، شوفوا الاجوبه. مرحبا بك معنا. الله يسلمك. الله يسلمك. قلنا وشنو هي امنيتك لعام جديد؟ حاجه راك متمنيها؟ العام الجديد هذا ان شاء الله يجينا بالخير، والامنيه ان شاء الله نتمنوا الخير لاولادنا والاهلنا واحبابنا وناسنا وناس الجزائر كامل، مام اللي راهم في الغربه نتمنوا لهم الخير. واش نقول لك، العام هذا تاع 2022 اللي راه جاي 2023 كاين حوايج بزاف يتبدلوا، حوايج بزاف. نقولوا حنا المعيشه، نقولوا حنا الناس اللي ما يساكنه راهي ساكنه في ليزابري تحت القصدير وتحت النيلون، والناس اللي ما يستخدم تانيك ياك، هاد الحوايج كاع الناس تشوفهم ان شاء الله. واش نقول لك، نتمنوا الخير لبلادنا ونتمنوا الخير للشعب، يعني كاع من الامه الاسلاميه والامه الاسلاميه ان شاء الله. قولي لنا مدام، حاجه راكي متمنيتها لعام جديد وشنو هي؟ عام جديد ان شاء الله نطلبوا الصحه ولهنا بنتي اختي البلاد، ولاد البلاد وبنات البلاد، بلان دو بونور دو بروسبيريتي ترانكيليتي ان شاء الله بربي. ان شاء الله يا ربي. 2023 نتمنى احنا بلادنا هي الصح، نتمنى تسقم البلاد ان شاء الله يا ربي، كل واحد يعطيه ما يتمنى، يعطي له ربي ما يتمنى، وربي يرزق كل واحد وش حب. وهذا ما هي امنيتك للعام الجديد؟ هي الامنيه تاع العام الجديد نتمنى العام يكون مليح ان شاء الله علينا وعشاب الجزائري كامل بالصحه ولهنا وشوية صوار دماغ. لازم هلا بزاف ولا شويه؟ اه بزاف بزاف، سورتو لورو. اها، وعلى الصعيد الشخصي حاجه اللي راك متمنيها؟ راك بغيتي المال؟ والله غير نتمني الصحة برك. الصحة والمال. والله الصحة والهنا والمال، الثلاثة هذو هما الصح. يعطيك الصحة. الأمنية ديالي من قلبي أنايا، والله غنتمنى الخير لبلادي، نتمنى الخير لهنا والسعاده لبلادي ولاد بلادي، ما ملي عايشين في الغربه، ناس فرنسا باريس امريكا، المهم اللي راهم في لو موند اوروبيان، نقول لهم كل عام وانتم بخير يا رب العالمين، يدخل علينا ان شاء الله بالصحه والهنا والستر. مرحبا بك معنا. الله يسلمك، يرحم والديك. الله يسلمك. قلنا وشنو هي امنيتك اللي راك متمنيها لعام جديد، لعام 2023؟ ان شاء الله يكون، ان شاء الله عام ان شاء الله يكون معمر بالخير والسعادة لكل الجزائريين وكل أمة محمد إن شاء الله. نتمنى غير الخير إن شاء الله للمسلمين كافة كاع وين يكونوا على قطر هذا الكون كاع. أمة الإسلامية إن شاء الله. على الصعيد الشخصي يعني أنت واش راك متمني؟ ربما كاين حاجة على الصعيد الشخصي متمنيها؟ أنا متمني إن شاء الله على كل حال نكون مستقر أولا في بيتي، الأسرة نتاعي هي الأولى. تكون يعني مستقرة ومهنيين إن شاء الله يكونوا مهنيين قاعدتك. ونتمنى للناس الكل على كل حال، الجيران والأحباب والفاميليات وقاعدتك إن شاء الله قاعد نكونوا إن شاء الله مستورين ومهنيين. إحنا نطلبوا غير لهنا. ستر والصح، ستر ولهنا والصح. يعطيك الصحة، قال لك لهنا غلب الغنى. سؤال في الجانب الثقافي. سؤال جانب ثقافي وصحيح يعني دراسه عن جياتك. سؤال يقول، الفعل جاء في الماضي نقولوا جاء، صح، المضارع نقولوا يجيء، في الامر واش نقولوا؟ في امر واحد، خمم شويه. يجيء جاء ويجيء، في الامر واش نقولوا؟ او جاي الخير ان شاء الله بصح. لا لا، هذا هو السؤال، هذا هو بصح ماشي ديال الإجابة. ما نعرفش. خمم، جاء يجيء في الأمر. هذه ما ما عندهاش. عندها. عندها. حاولي خميشية باش تصير. جاء يجيء في الأمر.
اتي نورمالمون. نو تقعدي دائما في الفعل جاء. جاء 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 فعلا الاجابه صحيحه جاء وبالسكون في اخر الكلمه. يعطيك صحة ماذا؟ ميرسي صحيت. جاء جاء نورمالمون. يعطيك صحة. إجابة صحيحة ج بالسكون في آخر الكلمة. يعطيك صحة. السؤال يقول الفعل جاء في الماضي نقوله جاء في المضارع نقوله يجيء في الأمر وش نقوله؟ في الأمر لا بأس. كي تأمر واحد وش تقول؟ حاول لعب بالكلمة. جاء ماشي في صوص جاء بلا. حاول لعب بالحروف بلك خبرة. جاء في الماضي يجيء في المضارع. لا لا كاش هاب جاء. لا لا هاب جاي. الأمر كيت أمر واحد. أجي هكذا. أجي 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 بالعامية أنا ماشي بالفعل. تعال. نقعدوا دائما جاء في الفعل جاء. في 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 جاء. جاء أجيني. لا أجيني. لا والله ما نكذب عليك ما زال ما يدخلوش في راسي كاع. لغز يقول الشيء كل ما سحقيناه نرميوه. الشيء هذا نستعملوه في البحر. في البحر كل نسحقوه نرميوه. كي نسحقوه كل ما نسحقوه نرميوه. الماء يستعمل في البحر. يستعمل في البحر. الخبز ترمي الخبز داخل الماء. علاش ترمي الخبز داخل الماء؟ نلقاوه نرميوه داخل الماء. نلقاوه الناس ترميه او خبز راهو يطايش باردو نرفدوه سواء نخبوه في مكان يكون امن ولا نرموه للحوت ياكلو. بصح والله بصح هذه الا صبتو هنا الشيء هذا كي نسحقوه نرميوه. كي نسحقوه نرميوه. كي نسحقوه يجيب لنا حاجه نرميوه. يستعملوه اللي في البحر البحارين. مش مازيدش نخليك تخمم. انا صياد وراكي حيرتيني. انا صياد. الله يبارك. انا صياد تما نورمالمون تجاوبنا على هاد. انا صياد. صح صياد الله يبارك. شنو هي الحاجه كي تحقها ترميها كي تكون صياد؟ نسحقها. حقها بس تجيب لك ترميها. طعمه لامورس. شبكه 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 الصيد. صافي نرموها ترميها بس تجيب لنا الحوت. لا لغز يقول الشيء كي نحتاجوه نرميوه. الشيء هذا يستعمل في البحر. كي نحتاجوه نرميوه. ايه كي نسحقوه نرميوه. بصفة الله خمن على بالي تعرفيه. بينا نعرفو بصح راه بعيد. لغز يقول حاجة كل ما نسحقوها نرميوها. حاجة كل ما نسحقوها نرميوها. شيء اوكي نيدي. نعاونك. حاجة دي نستعملوها في البحر ويستعملوها مختصين كل ما يسحقوها يرميوها. السنارة تاع الصيد. مش كاين تانيك السنارة ولا الشبكة؟ الشبكة ايه. انا لغز على بالي بلي تصيبو خمن شي باش تصيبو. لغز هذا يقول الشيء كل ما سحقيناه نرميوه. الشيء هذا يستعمل في البحر. في البحر. في البحر كي نسحقوه نرميوه. صحة زيدنا عاونك. نستعمله يعني من طرف مختصين في البحر كل ما يسحقوا الشيء هذا يرميوه. بالك الشبكة تاع الحوت. الشبكة باش نجيبوا الحوت. الشبكة. يعطيك الصحة. يسلمك. كي نسحقوه نرميوه. كي نسحقوه صدي نستعملوه. نستعملوه من بعد نرميوه. في البحر. في البحر. في البحر. يستعملوه الناس مختصين في البحر كل ما يسحقوه يرميوه. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. ماشي شومبرايا ماشي لابوي باينه لابوي. لا لا بالك تاع اللي بيصيدوا بها. ايه هذيك هي تاع السياده. شبكه الصيد. شبكه الصيد تاع السياده. الشبكه يعني تاع السياده.
راك صبتو قلت لي ما نصيبوش راك صبتي يعطيك الصحه الحد ما شاء الله يعطيكم الصحه ونتمنى لكم ان شاء الله عام جديد ان شاء الله يكون بخير علينا وعليكم امه محمد كاع كيما راكم ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحه. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا نهاية عدد اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتم واستفدتم معنا أيضا ونكونوا دزنا خفاف ظرف عليكم. مشاهدينا تابعونا في عدد مقبلة إن شاء الله.